شباب بمختبر العمر لا اله الا الله. هذا ابو الرايه، ابو الرايه هذا العراقي، هذا الشاب البطل. تشوفون الشباب هم حاليا يرمون ويتراجعون، والله العظيم يعني يرمون وشاردين يعني. وهاي الشباب جايين، الشباب راحوا تقاتلوا ركض باعوا شلون هاربين شاردين من الشباب، انتم شوفوا بعيونكم. الله اكبر. الان سيارات، الان الله اكبر على الظالم، الله اكبر. هذه حكومه مثل الشعب، اسالكم بالله، هذه دوله؟ هذه تعتبر دوله مثل الشعب؟ هذه حكومه؟ هذول يمثلون العراق؟ يعني مع الاسف العراق هذا البلد صاحب الحضاره صاحب التاريخ يصير بيذيش نماذج والله، وبيذيش احزاب وعصابات، عصابات والله عصابات. الله اكبر. طبعا جاي يتراجعون، احنا جاي نتقدم عليهم، الشباب قدامي، الشباب الان تراجعوا بشكل Thank you.